كده بتبلش هلا. اهلا وسهلا فيكم جميعا على جيب ملاكي اللي بتبلش الليله والليله من الاخر مع راشد محسن، زينة شمعونز، ياسر رامي، باتريسيا مامون، جورج حلو، ولولا كعدل. اهلا وسهلا فيكم. في بداية الحلقة بدي أوجه تحية لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا وسلم على كل المشاهدين يلي عم بيتابعونا. بداية الحلقة بدي أوجه تحية كتير كبيرة لمدرسة الرهبان بشكالة، جمهورنا الليلة أهلا وسهلا فيكم. وبزيت قوة الزقفة بدنا نزقف زقفة كتير قوية لمدير المسرح يلي اشتقنا له كتير، وصار له 4 أشهر غايب من عنا، أديب أبو نصر. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش أول فقرة وهي علق على صورة. إذا أنتم عم تفتشوا على شريكة حياتكم فالجريدة بركة بتكون الحال من تبع الصورة. فتاة جامعية من عائلة كريمة محترمة تود الارتباط بشاب جدة ومحترم. في عندك الياس وجورج. جورج وبيير. انا محترم. رجل اعمال يرغب بالزواج. رولا قاعد اسمعني، رجل اعمال يرغب بالزواج من فتاة جامعية وجدية، فينا نشيل جدية ولا جامعية؟ خلصنا قطعنا الجامعة. هذا هو الاعلان يلي انحط بالجريدة. ما بعرف قديش بعد في اشخاص اليوم يعني موجود فيسبوك بيستعملوا الجريدة. ليه؟ لانه نحن اول شيء التطور خليك تلاقي صار جريدة انه شيء كثير قديم، بس بتعرف انه بالمقابل الجرايد برات لبنان شي 20,000 مره زياده في من هون. نحن مش انه بنضحك عليه انه ولا شيء، حتى من زمان كانوا يعني برا في جرايد. ليه مستغرب انه الجريده في ويب سايت على حيلة، في سايت على حيلة اسمها ديتينج سايتس وماري سايتس؟ ديتينج سايتس ما هو اللي سوشيال نتورك بتقول ديتينج سايتس، بس جريده من بعد بحط جريده. حدا بيقول رجل انه قد ايه بيكون على الرجل انت متحمس التلفين؟ انا بتحمس اهرب ركب. انا بلاقي في يأس مش طبيعي. طب مين بتلفن على الارقام؟ في ناس بتجوز بقى على رجل اعمال. في كمان بتشوف في منجم بفك المدرسه، بس كمان ما ننسى استضفنا حدا من سنتين عند اجانس بوندامو بوفقوا العالم مع بعضهم كوبليت وهيك. هلا صارت كثير كثير ترندي بيجيب لهم مصاري حتى. نحن رح نسالهم بس منكم شغله. لا فينا نسمع صوتهم؟ لا له ولا لا لا ما بعرف. لا انا بليز بدي رجل اعمال حتى سبيكر. هذا رقم البنت. الو بونسوار. يا هلا. حضرتك حاطط اعلان عن صبيه، حاطه اعلان عاده بتتعرف على شاب بالجريده. سوري مين معي؟ معك شاب حابب يتعرف على الصبيه. اوكي اهلا وسهلا فيك. بس نحن شو اسمه مكتب زواج فاميليا. نعم. اجانس. نحن ذاكرين بالاعلان حاطين ملاحظه انه نحن فاميليا. انا شفت الاعلان حد انه فتاة من عائلة كريمة محترمة تود الارتباط بشاب جدة ومحترم، وفي اعلان تاني ما بعرف اذا لكم ولا لحدا تاني، رجل اعمال يرغب بالزواج من فتاة جامعية وجدية. مزبوط. وفي اعلان تالت تجاري موجود بصيغة مختلفة انه زواج سنة الحياة والوحدة قاتلة وهيك شيء. طب حضرتكم يعني انتم اجانس ماتريمونيال يعني مثل بيقولوا؟ انا نحن اجانس قلنا 10 سنين وصراحة مجوزين عدد كتير من الكابلز وفي عنا عدد منتسبين كمان انه رقم كتير كبير. هلا احنا شغلتنا اكيد نعرف الاشخاص على بعض بهدف الزواج لانه يعملوا عائلة ويكونوا اسرة ويكونوا اشخاص سعيدين بحياتهم. سيدنا سؤال هون بينطرح دايما يعني ما بعرف، بس من وقت ما ينزل هذا الاعلان على الجريدة كم شخص بيتصل بنهار؟ صراحة عم بيتصلوا كتير، بس في ناس بيتصلوا بداعي الحشرية وفي ناس بيكونوا جديين. أنا مش أنا من داعي الحشرية الإعلامية. معك بيير رباط من برنامج من الآخر على الام تي في عم بحكي معك. كيفك؟ كم اتصال بيجيكم بنهار؟ كلك ذوق. كم اتصال بيجيكم بنهار؟ بحدود شي 100-120 اتصال. واو. وكم كابلز عرفتون على بعض؟ نحن تعارف في كتير، بس نحن ما بي
بيهمنا التعارف، بيهمنا نتيجة التعارف، يعني بيهمنا الزواج. كم زواج تم؟ في عنا بحدود 520 زواج. شكرا كثير اكيد لتجاوبك معنا، شكرا. من الاخر ولك عدن؟ من الاخر شوف يا انت مع انه واحد يروح على اجانس ماتريمونيال اذا فاقد الامل؟ اذا فاقد الامل ايه، بس انا عم حس في كثير ناس فاقدين الامل وفي يأس كثير كبير لهالقد عم نشوف في منتسبين لهال. طلعت احسن انه اجانس مش واحد قاعد وحاطط رقمه، لانه كانت خلص صارت مشكله كبيره. شاش حرم؟ لا انا كمان ماني ضد ابدا الفكره، شايفين بلاد الاتحاد السوفيتي صاروا معبيين السايتات اللي عم يحكي عنهم راشد، الاف اوروبا الشرقيه والاتحاد السوفيتي بدون يتجوزوا، كله هذا الشيء منطقي. بتضحك اكثر بس تكون بالجريده، وخاصه لو لانه فكرناها ناتجه عن شخص صح مش عن شركه. وبنطر بفارغ الصبر اذا يجوا الشركه تفسروا لنا اكثر عنا بلبنان. راشد بحصله طول عمره من زمان، طول عمرهم بيزبطوا فلان لفلان وفلان لفلان. ايه قبل الجريدة بدي قبل الجريدة طول عمرهم حتى لما تخلق بتقول هيدي مكتوبة على هيديك، بيكونوا اثنين خلقانين جديد نجوزنا اثنين لبعض. هيدي شيء قديم وانا بتقبله شخصيا. زرت الأحد. ايه بس انا بتقبله شخصيا. بس انا بآمن انه الزواج هو اسمي ونصيب. لا اجانس ماتريمونيال ولا تزبيط ولا شيء، الواحد بتكون مكتوبة مرته عاجبينه او العكس صحيح. ضد هالشيء كله. تسلم تمام. صح.